الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن صفة الوضوء. أولا ينوي بقلبه. يسمي يقول بسم الله. ثم يستحب له أن يغسل الكفين. ثم يأخذ ماء بيده اليمنى. يتمضمض يدخل الماء في فيه. ويستنشق يسحب الماء بمنخاريه. ثم يمج الماء من فيه ويستنثر بهواء مع يده اليسرى. ثم يغسل الوجه من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. يغسل الوجه مع ما استرسل من اللحية. ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. ثم يمسح ولا يغسل الرأس. يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفا ثم يعود مرة أخرى. يدخل سباحتي في صماخي أذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهما. ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين. هي مناسن تومشي أبواتي ميركنتي شيفيموزن تيمالداسنجي. لا يغسل الساقين. زنوي لوهن تومكي أمغوني مزان تيان ليش فامنيكي شوتي. اليمنى ثم اليسرى. دواتيشي غوش. ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا خفيت زي منو الدعاء زي نتوم فنان صلى الله عليه وسلم. نعم.